الفقرة الرئيسية معانا النهاردة عن كورونا بمتحوراته، لأن هو بيعود بقوة مرة تانية إلى القارة الأوروبية. إيطاليا مثلا لغت احتفالات عيد الميلاد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيقول أن التطعيم قد يكون إلزاميا في فرنسا، خلاص مفيش رفاهية الاختيار. الدول الأوروبية بدأت تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا. ألمانيا سجلت 56 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد. بدأ كورونا يتوغل تاني وينتشر بشكل كبير جدا في القارة الأوروبية. خلونا كده نبدأ مع فرنسا ونشوف الأخبار وصلت لحد فين في كورونا. عشان كده معانا الزميل خالد شقيرة مراسل أكسترا نيوز من مارسيليا. خالد تحياتي ليك ومشرفنا في الحقيقة. الله يخليكي آية، تحياتي ليكي. والحقيقة أنا بكون مبسوط جدا بتواجدي معاكي ومع طبعا السادة المشاهدين. أنا اللي بكون سعيدة جدا يا خالد، أهلا وسهلا بيك. وقول لنا إيه آخر التطورات اللي خاصة بفيروس كورونا في فرنسا؟ أي الحقيقة كنت أتمنى أن نبث أخبار سارة للمشاهدين، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. فرنسا تعيش على أجواء الزياد في الأعداد، أعداد الإصابات. أي بالرغم من أن فرنسا بتعتبر من أفضل الدول من حيث أعداد الذين حصلوا على التطعيمات، من هم فوق 12 عام. و طبعا تابعنا وتابع الفرنسيين الحديث المتلفز على القناة الفرنسية الأولى تيفان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان هناك سؤال من الصحفيين عن أهمية التطعيمات وهل يمكن جعلها إجبارية. من المعروف آية أن الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية كانت يعني دائما ما تعلن عن عدم رغبتها في جعل هذه العملية إجبارية، ولكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمس قال أن هذا ليس وقته، ولكن يمكن الحديث عن إجبارية هذا اللقاح في الأيام القادمة، ولم يحدد موعد. الحقيقة لابد أن احنا أن نذكر على أن متوسط الإصابة في الأسبوع الأخير آية 50 ألف إصابة، ونذكر المشاهدين بأن فرنسا حصل فيها أكثر من 90% من يحق لهم التطعيم، أي من هم فوق 12 عام على التطعيمين، وحوالي 17 مليون فرنسي بالجرعة المعززة التي من الأسبوع الماضي بدأنا نستمع إلى أنها الجرعة الثالثة، ولا أحد يتكلم عن الجرعة المعززة، وذلك بعد أن صرح ديلفريسي رئيس المجلس العلمي الفرنسي بأنه يمكن أن يكون هناك جرعة رابعة وأيضا جرعة خامسة في ظل تطور الوضع الصحي في البلاد. يعني هذه كلها أخبار للأسف طيب الشديد خالد سيئة. بالنسبة لاحتفالات الكريسماس، يعني إحنا مثلا شفنا إيطاليا لغت الاحتفالات، وطبعا فرنسا برضو عايزين نعرف هل لغت الاحتفالات ولا حاطة في خطتها إيه تحديدا، لأن الموضوع بدأ إن هو يزداد من كلامك ومن الأخبار. وكمان عايزين نعرف أوميكرون يعني وصل لحد فين في فرنسا. فرنسا فيها حوالي 240 حالة بالإصابة بأوميكرون، ولكن مجلس الدفاع الوطني آية سيجتمع الغد. من المعروف أنه بيجتمع كل يوم أربعاء، إلا أنه زيادة الأعداد وبصفة خاصة في بريطانيا يدق ناقوس الخطر، ولهذا هناك استعدادات واستباق للأحداث. وبعض من القرارات تحدث عنها صباح هذا اليوم المتحدث الرسمي جابرييل أتال على قناة بي اف ام تي في عن عملية إغلاق الحدود مع بريطانيا. لن يسمح للبريطانيين الحضور إلى فرنسا لقضاء أعياد الميلاد، وأيضا ولا للفرنسيين، لكن يسمح فقط للفرنسيين من الدخول
الدخول إلى فرنسا وإجراء المسحة وجعل الاختبار البي سي آر بدل 48 ساعة 24 ساعة، وأيضا عملية من يصاب يتم وضعه في أماكن يعني بيكون تحت الإشراف لمدة أسبوع. كل هذه المؤشرات بتؤكد على أن بالفعل فرنسا لم يصلها حتى الآن العدد الكبير من أوميكرون، ولكن يعني هناك تخوف من أن يكون الشهر القادم هناك الحديث عن موجة سادسة بفرنسا بأوميكرون، ولهذا هناك سباق مع الوقت الحقيقة هي، لأن هناك تسريع أو مطالبة بتسريع التطعيمات من أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي اليوم، الذي يعني نادى بتطعيم ليس فقط الأطفال ولكن غير الملقحين. من المعروف آية أن هناك أكثر من 5,700,000 فرنسي من الرافضين للقاح، ولهذا كل الجهود الآن بتحاول يعني إلقاء اللوم على هؤلاء. وهناك الحديث بأن هل يجب تطعيم الأطفال لمنع وصول الإصابات للكبار، وكيف يمكن للكبار أن يسمحوا لأنفسهم بأن يحميهم الأطفال. تمام. هناك يعني يا خالد اللي فهمته من كلامك، اللي فهمته من كلامك دلوقتي ان يعني ما فيش دخول بريطانيا من فرنسا، او العكس صحيح؟ صحيح بالفعل، اعتبارا من يوم الغد. وهناك الحديث أيضا ليس فقط بريطانيا، عن الدنمارك وبعض من الدول المصنفة حمراء التي ينتشر فيها أوميكرون. إن آجلا أو عاجلا أوميكرون سيحل محل فيروس أو متحور دلتا. هذا ليس كلامي ولكن كلام العاملين في الهيئة العامة للصحة الفرنسية، ولهذا هناك تخوف. ولماذا التخوف من أوميكرون؟ يعني أكد العلماء بأنه كثير سريع الانتشار، يعني انتشاره بيكون كبير جدا بالرغم من قوة تأثيره وتأثيره بالدخول إلى المستشفيات وإلى غرف العناية المركزة بيكون أقل من دلتا. ولهذا هناك أيضا الحديث عن أدوية تم التصريح بها، نوعين من الدواء من وكالة الأدوية الأوروبية عصر اليوم، وهذا هو خبر جديد يعني سعيد وصار بالنسبة للأوروبيين، وبصفة خاصة على أن وكالة الأدوية الأوروبية وافقت على هذا الدواء أو على هذين الدوائين. طيب أهو يعني في خبر صار معاك يا خالد أهو، الحمد لله. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلي خالد شقير مراسل أكسترا نيوز، حدثتنا من مارسيليا في فرنسا. بشكرك يا خالد على هذه المشاركة.